صباح النور. معكم المعلمة نوار يوسف من مدرسة هواري بومديان. أهلا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الرابع. هل أنتم جاهزون لدرس اليوم؟ نعم. نعم. الآن دار حوار بين أوس وبين ليما وبين تسنيم في هذا الصباح، ونريد أن نسمع هذا الحوار الذي دار بينهم. هل أنتم موافقون؟ نعم. نعم، تفضلوا. تفضل أويس وتسنيم وليما. تفضلي. تفضل. نعم. يا ترى ما سر تعب أويس؟ كنت أركض وألعب، وأنا الآن أشعر بالتعب والعطش الشديد. لا يروي الماء، لا يروي العطش إلا الماء. تفضل اشرب الماء. الماء لا يا شكرا أويس. لك. الماء ضروري لحياة الكائنات الحية. لكن لماذا ضروري؟ نستخدمه في مجالات كثيرة كالطبخ مثلا، ومثلا هو سر حياة النبات، ومثلا هو الصحة والنظافة، سر الصحة والنظافة. إذا النبات هو سر، إذا الماء هو سر حياة النبات، سنتعرف في درس اليوم على هذا السر الذي بدونه تموت جميع الكائنات الحية. نعم، تفضل. شكرا لكم. إذا ما هو الحوار الذي دار بين الطلاب؟ نعم يا نايا. عن أهمية الماء. عن أهمية الماء. برأيكم هل الماء مهم؟ نعم يا زينة. نعم. نعم، الماء مهم لحياة الكائنات الحية. نعم، أخذنا في درس العلوم، هل تتذكرون عن أهمية الماء؟ ما هي العملية التي يحتاجها النبات؟ التي يحتاج فيها النبات للماء؟ العملية التي يحتاج فيها النبات للماء ما هي يا أويس؟ التركيب الضوئي. ممتاز، أخذنا في درس العلوم العملية التي يحتاج فيها النبات للماء هي عملية التركيب الضوئي، وجميع الكائنات الحية تحتاج إلى الماء، أليس كذلك؟ نعم. نعم. قرأت زينب قصة عن قطرة الماء وتريد أن ترويها لكم، هل تحبون أن تسمعوها؟ نعم. نعم، تفضلي يا زينب. قرأت قصة عن قطرة الماء وسوف أرويها لكم، ما رأيكم؟ هل أنتم موافقون؟ نعم. استيقظ خالد في الصباح وحمل أبريق ماء ليسقي الورود في الشرفة، فلاحظ وجود قطرات ماء على أوراق وروده، ولكنه لم يلاحظ أثراً للمطر. تساءل خالد من أين جاءت قطرات الماء هذه؟ سمع خالد قطرة الماء تتحدث إليه، قالت له أنا قطرة الندى، كنت بخارا في الجو ثم تحولت إلى قطرات ماء سائل وسقطت على ورودك. هل تحب أن أقص عليك قصتي؟ أجاب خالد نعم. قالت له كنت جليدا ثم ذاب الجليد وتحولت إلى سائل ثم انتقلت مع قطرات الماء إلى بحر واسع جدا، ثم تبخرت وتحولت إلى غيوم، وبعدها نزلت مطرا وسقطت أنا في النهر وبعض أصدقائي سقطوا على الأرض، ثم انتقلوا إلى باطن الأرض، وهكذا شكلت أنا وأصدقائي بحيرات وبحار وأنهار وآبار. لذلك يا خالد قطرات الماء نعمة، حافظ عليها. نعم، شكرا لك يا زينب. هل أعجبتكم القصة؟ نعم. ماذا تكلمت القصة التي تكلمت عنها زينب؟ نعم يا ليما. عن قطرة الماء. عن قطرة الماء. ذكرنا هل الماء مهم لحياة الكائنات؟ نعم يا زينب. نعم. لا. هو مهم. نعم، هو مهم لحياة الكائنات. هل نستطيع أن نعيش من دون ماء؟ نعم يا زينب. لا. لا نستطيع أن نعيش من دون ماء. فإذا الماء هو سر الحياة. وهو عنوان درس اليوم، وهو سر الحياة. ذكرت زينب في قصتها أن قطرات الماء جميعها تجمعت، أليس كذلك؟ أين تجمعت قطرات الماء؟ أين تجمعت يا زينب؟ في البحيرات. تمام، تجمعت في البحيرات والبحار والأنهار، أليس كذلك؟ إذا قطرات الماء تتجمع جميعها لتشكل لنا البحيرة، ماذا تشكل لنا قطرة الماء يا نايا؟ نعم؟ البحار والبحيرة. أحسنت، إذن هذه هي البحيرة، تتجمع في البحيرة قطرات الماء، إذن أين تتجمع قطرات الماء؟ في؟ نعم يا نور؟ البحيرة. تتجمع في البحيرة، أحسنت. ما هي البحيرة؟ البحيرة سنتعرف ما هي البحيرة، سأوزع عليكم أوراق كتب عليها كلمات، ستقوم بترتيب هذه الكلمات لتخرجوا معنا أو لتعرفوا معنا البحيرة.
ضمن مجموعات. المجموعة الأولى ستقوم بترتيب الكلمات لنعرف ما هي البحيرة. أيضا المجموعة الثانية سنرتب الكلمات ونقوم بكتابة تعريف البحيرة. أيضا المجموعة الثالثة، أيضا المجموعة الرابعة نرتب الكلمات لنعرف البحيرة. عرفت نرتب الكلمات؟ تحتاجون إلى مساعدة؟ تحتاجون إلى مساعدة؟ نعم أحسنت. المجموعة الثالثة تحتاجون إلى مساعدة؟ نعم. هل تحتاجون إلى مساعدة؟ نعم. لقد انتهينا. نعم المجموعة التي تنتهي فلنجلس، نجلس جلسة صحية. انتهينا جميع المجموعات؟ نعم. نعم الآن سنستمع لكل مجموعة. المجموعة الأولى ما هي البحيرة؟ نعم البحيرة هي أرض منخفضة تتجمع فيها المياه. ممتازة، البحيرة هي أرض منخفضة تتجمع فيها المياه. المجموعة الثانية هل توافقون المجموعة الأولى؟ نعم. نعم المجموعة الثالثة هل توافقون المجموعة الأولى؟ نعم. نعم المجموعة الرابعة؟ نعم. نعم إذن ما هي البحيرة؟ البحيرة هي أرض منخفضة تتجمع فيها المياه. هذا هو تعريف البحيرة. ذكرنا أن البحيرة تتشكل من ماذا؟ تتشكل من تجمع مياه. نعم مياه. من تجمع المياه، من تجمع قطرات المياه. هذه البحيرة تتشكل من تجمع قطرات المياه. عندما تتشكل البحيرة بتجمع قطرات مياه المطر نحصل على بحيرة طبيعية. تمام؟ عندما كيف نحصل على البحيرة الطبيعية؟ من تجمع قطرات مياه المطر نحصل بذلك على بحيرة طبيعية. برأيكم هل يمكن أن نحصل على بحيرة من صنع الإنسان؟ هل يمكن الإنسان أن ينشئ بحيرة؟ نعم يا أوس. نعم. يمكن الإنسان أن ينشئ بحيرة كيف؟ نعم يا زيا. من خلال إنشاء السدود. نعم إذا يمكن أن ننشئ بحيرة من خلال إنشاء السدود. ما هو السد؟ هل تعرفون ما هو السد؟ ما هو السد؟ نعم يا تسنيم. الحاجز. الحاجز، الحاجز الذي تتجمع خلفه المياه. السد هو حاجز تتجمع خلفه المياه. ماذا نستفيد من هذه المياه برأيكم؟ نعم يا نايا. من المياه التي تتجمع خلف السد ماذا نستفيد منها؟ توليد الكهرباء. أحسنتي. من مياه البحيرة الصناعية نستفيد منها في توليد الطاقة الكهربائية أيضا. نعم يا نور. منع التصحر. أحسنتي. المياه ضرورية من أجل منع التصحر. أحسنتي. نعم. تسقية المزروعات. أحسنتي. سقاية وري المزروعات. نعم يا ليما. عدم رمي الأوساخ فيها. علينا عدم رمي الأوساخ، هذا واجب علينا، لكن نحن ماذا نستفيد من المياه الموجودة خلف السد التي نحن مياه البحيرة التي ننشئها ماذا نستفيد منها؟ نعم الاستحمام. أحسنتي. الاستحمام وأيضا. نعم ليما. الشرب. الشرب. إذا هناك فوائد كثيرة للمياه، لذلك الإنسان يقوم بإنشاء السدود لينشئ البحيرة. إذا البحيرة قد تكون طبيعية وقد تكون صناعية. ما الفرق بين البحيرة الطبيعية والبحيرة الصناعية؟ البحيرة الطبيعية، نعم يا زينب، لا يتدخل فيها الإنسان. أحسنتي. لا يتدخل فيها الإنسان، تتشكل من تجمع مياه المطر. أما البحيرة الصناعية يا تسنيم؟ هي من صنع الإنسان. أحسنتي. هي من صنع الإنسان. هل تعرفون اسم بحيرة طبيعية؟ نعم أو بحيرة زرزور. نعم أحسنت. وأيضا نعم يا بحيرة مسعدة في القنيطرة. ممتازة. إذا البحيرة الطبيعية هي بحيرة مسعدة في القنيطرة. شاهدوا معي هذه البحيرة، هذه هي بحيرة مسعدة في القنيطرة وهذه بحيرة طبيعية. هل تعرفون اسم بحيرة صناعية؟ نعم يا أنسر. بحيرة الأسد. أحسنتي. بحيرة الأسد تجمعت خلف سد أنشأه الإنسان، هل تعرفون اسمه؟ نعم أو
سد الفرات. أحسن، سد الفرات. إذا بحيرة الأسد التي تشكلت خلف سد الفرات الذي قام الإنسان ببنائه، أليس كذلك؟ نعم. نعم، إذا بحيرة الأسد هي بحيرة صناعية، وأما بحيرة مسعدة هي بحيرة طبيعية. هي بحيرة طبيعية. سأرى إن فهمتم قصة روتها زينب. ذكرت زينب أن مياه الأمطار تتجمع لتشكل البحيرات، ثم بعد قطرات الماء إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ ما... نعم، إلى باطن الأرض. إلى باطن الأرض، بعضها إلى باطن الأرض، وبعضها الآخر إلى؟ إلى النبع. إلى النبع، وبعض النبع هو موجود في باطن الأرض، وبعضها الآخر إلى؟ البحيرات. البحيرات، وأيضاً إلى؟ الآبار. الآبار، وأيضاً؟ إلى النهر. إلى النهر، أحسنتي، إلى النهر. بعضها يخرج إلى، يذهب إلى باطن الأرض، وبعضها يجري مع النهر، أليس كذلك؟ بعض قطرات الماء تذهب وتغوص في باطن الأرض عبر الصخور النفوذة للماء، أليس كذلك؟ وبعضها الآخر يجري مع مياه النهر. إذا بعضها الآخر يجري مع مياه النهر. إذا أين يجري بعضها الآخر؟ بعض قطرات الماء أين تجري؟ نعم، نعم يا بتول. النبر. في؟ من يصحح؟ نعم يا زينب. في النهر. في النهر، أحسنتي. تجري في النهر. الآن سنعرف ما هو النهر. ما هو النهر؟ كي نعرف ما هو النهر سأوزع عليكم الغاز لكل مجموعة لغز، وستقومون بحل هذه الألغاز. هل هذا واضح؟ المجموعة الأولى ستأخذ هذا اللغز، المجموعة الثانية نتعاون معا، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة. نتعاون معا. لقد انتهينا. نعم، أحسنتم. الآن سنقوم بتعريف النهر من خلال الإجابة، من خلال الإجابات التي قمتم أنتم بجمعها. سنبدأ. ما هو النهر؟ النهر هو مجرى من المجموعة الأولى. مجرى من، ما هي إجابة اللغز عن لديكم؟ نعم، مجرى من. نعم يا زينب، أحسنتي. إذن النهر هو مجرى من الماء العذب. هذا هو حل اللغز لديكم، وهنا أكملنا تعريف النهر. النهر مجرى من الماء العذب. المجموعة الثانية، ما حل اللغز لديكم؟ ما هي الإجابة؟ ما هي الإجابة؟ مرادف المكان العالي، المكان المرتفع. أحسنت، المكان المرتفع. إذن ينبع من مكان مرتفع، ينبع من مكان مرتفع. المجموعة الثالثة، ما حل اللغز لديكم؟ مضارع الفعل صب، يصب. يصب، إذن ينبع من مكان مرتفع ويصب في مكان. المجموعة الرابعة، نعم، ما هي الإجابة؟ ضد المكان المرتفع المنخفض. المنخفض، يصب إذن في مكان. ما هي الإجابة هنا؟ المنخفض. ما هي الإجابة؟ المنخفض. إذن وبذلك شكلنا تعريف النهر من خلال إجاباتكم. ما هو النهر؟ النهر مجرى من الماء العذب، ينبع من مكان مرتفع ويصب في مكان منخفض. من يعيد؟ ما هو النهر؟ نعم يا نور. النهر هو مجرى، النهر هو مجرى من الماء العذب، ينبع من مكان مرتفع ويصب في مكان منخفض أو في البحر. نعم، ممتازة جدا، ممتازة جدا. وبذلك نكون عرفنا ما هو النهر. إذا ذكرنا أن قطرات المطر يذهب بعضها إلى النهر قبل قليل، وبعضها أين يذهب؟ نعم يا نايا، إلى باطن الأرض. يذهب أيضا بعضها إلى باطن الأرض. شاهدوا معي هذه الصورة، هنا مياه المطر. هل تلاحظون كيف تجري مياه المطر وتذهب إلى النهر؟ نعم. وبعضها ماذا يحدث له؟ تتساقط قطرات المطر وتنفذ عبر الصخور النفوذة للماء، وتتشكل لدي المياه الجوفية، تصبح موجودة في باطن الأرض، نسميها مياه جوفية. هذه المياه الجوفية تخرج وتتدفق من الصخور أو عبر شقوق الصخور الموجودة في باطن الأرض.
تمام؟ إذا تخرج المياه عبر شقوق الصخور ويصبح لدي النبع. ماذا يصبح لدي؟ نعم النبع. النبع. إذا تتدفق أيضا قطرات الماء من النبع. من أين تتدفق قطرات الماء أيضا؟ من النبع. نعم يا تسنيم. من النبع. نعم أحسنت. إذا قطرات الماء، لاحظوا معي هذه صورة النبع، تتدفق قطرات الماء من، نعم يا بتول، من النبع. نعم أحسنت. تتدفق من النبع. تتدفق من النبع. ما هو النبع؟ ما هو النبع؟ الآن سنعرف ما هو النبع. سأقوم بتوزيع أوراق عليكم. هذه الأوراق كتب عليها، هذه الأوراق كتب عليها أحرف ضمن مجموعات. كل مجموعة سوف تقومون بتركيب كلمات من هذه الأحرف لنحصل على تعريف النبع. المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، الرابعة. سنركب كلمات من هذه الأحرف، انتبهوا جيدا. لقد انتهينا. نعم أحسنتم. لقد انتهينا. نعم سنسمع الإجابة هذه المرة من المجموعة الثانية. المجموعة الثانية، النبع هو ماء جوفي يخرج عبر شقوق الصخور. نعم أحسنت. المجموعة الأولى، هل توافق المجموعة الثانية؟ نعم. نعم. المجموعة الثالثة توافقونها؟ نعم. المجموعة الرابعة توافقونها؟ نعم. نعم. إذن ما هو النبع؟ النبع هو ماء جوفي يخرج عبر شقوق الصخور. هذا هو النبع. الآن برأيكم لدي هنا قارورة ماء، من أين نحصل على الماء الموجود هنا في هذه القارورة؟ من أين نحصل عليه؟ نعم يا من النبع. أحسنت، من النبع. الآن سأوزع عليكم، على كل طالب منكم سأوزع عليكم عبوة ماء، والمطلوب منكم أن من المجموعة الأولى ستكتب اسم النبع، المجموعة الأولى ستكتب اسم النبع، المجموعة الثانية ستكتب أيضا اسم النبع، وأيضا المجموعة الثالثة ستكتب اسم النبع. المجموعة الرابعة سوف تقومون بذكر اسم نبع أنتم تعرفونه. فكروا معا، فكروا معا، اسم نبع أنتم تعرفونه. لقد انتهينا. انتهينا؟ نعم. نكتب على الورقة. تفضل، هذه ورقة. نعم نعم، نكتب أمامنا ورقة، نكتب عليها. ما هو اسم النبع؟ انتهينا. مجموعة الأولى، ما هو اسم النبع؟ سوف ننتظر حتى تنتهي المجموعة الأولى. نعم انتهينا؟ نعم. نعم. الآن سأستمع للمجموعة الأولى. ما اسم النبع الذي حصلنا فيه على المياه الموجودة في هذه العبوة؟ ما؟ نبع بقين. أحسنتي. نعم. نعم أحسنتي، أعطتني معلومة موجودة على العبوة، ونبع بقين هي مياه طبيعية عذبة. نعم أحسنتي، ما اسم النبع الذي حصلنا فيه على الماء؟ نعم نبع بقين على ارتفاع 5000 متر
متر. نعم، على ارتفاع 5000 متر. أيضا أعطاني أويس معلومة عن هذا النبع بأنه على ارتفاع 5000 متر. المجموعة الثالثة. نبع الفيجه مياه نبع طبيعية 500 ميلي. نعم أحسنتي. أيضا نبع الفيجه وهي مياه نبع طبيعية، أيضا أحسنتم لكم. المجموعة الأخيرة. نعم، نبع دريكيش هي مياه نبع جوفي. نعم أحسنتي، نبع دريكيش أحسنتي ممتازة، هي مياه جوفية. هي مياه جوفية، ممتازة جدا. ما معنى مياه جوفية؟ ما معنى مياه جوفية؟ نعم نايا، ما معنى مياه جوفية؟ تخرج عبر شقوق الصخور. نعم، في باطن الأرض. موجودة في باطن الأرض وهي تخرج عبر شقوق الصخور. الآن هل قدرتم أهمية الماء؟ نعم. ما واجبنا نحن كأطفال كي حتى نحافظ على الماء؟ نعم يا تسليم. ألا نترك صنبور الماء مفتوحا؟ أحسنت، يجب علينا ألا نترك صنبور الماء مفتوحا. وأيضا نعم يا ليما، لا نصرف كثير منها. لا نصرف كثيرا من الماء، لا نهدرها، ممتازة. نعم يا أو، لا نلوث المياه. أحسنت، يجب علينا أن نحافظ على نظافة المياه. نعم يا زينب، لا نرمي الأوساخ فيها. لا نرمي الأوساخ فيها. نعم أيضا يا زينب، وعند غسل السيارة نحضر دلوا. أحسنت، إذا هل نستخدم نبقي صنبور الماء مفتوحا عند غسل السيارة؟ نحضر، لا نحضر دلو. إذا يجب علينا أن نحافظ على المياه لأنها نعمة كبيرة، أليس كذلك؟ ولا نستطيع نحن أن نعيش من دون مياه. هل أعجبكم درس اليوم؟ نعم. أتمنى ذلك، وأتمنى أن نلتقي في دروس أخرى. شكرا لكم.